تصدى لها بنجاح احمد خميس، يستعد لركنية ستكون للشارجة. عرضية خطيرة، كل 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 لياندرو ليما يفتتح حصة التسجيل، يرتقي من بين كل المدافعين فوق الرؤوس يا بيسيرو. نعم، الأول شرجاوي عن طريق البرازيلي لياندرو ليما اللي يسجل أول أهدافه هنا في بطولة كأس الخليج. ليما اللي ارتقى فوق الجميع وضرب الكرة بالرأس بكل أريحية وبكل ثبات وبكل سهولة كذلك. يعني مشكلة في خط الدفاع لما يتسجل عليك الهدف بهذه الطريقة وبهذه الرأسية من وسط. كرة تعود خطيرة، التعادل، ضيع واحدة وسجل الثانية. سيباستيان بالرأس في الشباك يعدل النتيجة يا بيسيرو. سيباستيان تيغالي ينفرد بالرأس ويسجل الهدف الأول للوحداوي في هذه اللحظة. تشوف العرضية، يعني نفس هدف فريق الشارجة، الوحدة يرد برأسية تيغال. إذا تيغال يعدل النتيجة، تيغال يصل إلى الشباك في هذه اللحظات ليكون بذلك الثالث أو ليسجل بذلك الثالث أهدافه في كأس الخليج العربي. بوناميكو وردت فعل غريبة وعجيبة في اللقطة الماضية.